طالب العلم للرحمن يسجد، دينه الإسلام والقدوة أحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبق لنا أن قدمنا عن غزوة بدر، وانتهينا عند الحديث عن أن قريشا بعدما كانت رؤيا عاتكة قد تحققت، وجاء ضمضم الغفاري وقال اللطيمة اللطيمة، تحرك الجيش بعد أن عرفوا أن رؤياها قد تحققت، تحركوا في قوام 1000 رجل مستعدين للحرب، في الوقت الذي لما خرج المسلمون خرجوا من غير أن يستعدوا لشيء، وإنما هم يريدون أن يستاقوا قافلة تمشي من غير حرب ولا شيء. إذن المشركون انطلقوا، أبو سفيان وهو الذي كان على القافلة كان يمشي بطريقه إلى مكة، ولكنه لما علم بالخبر انحاز إلى الساحل، وكما ترون هنا الاتجاه إلى الأعلى هناك المدينة وإلى الأسفل مكة، هذه هي العدوة الدنيا وهذه هي العدوة القصوى، حيث سيكون أول اجتماع للمسلمين وأول اجتماع للكافرين في أقرب موطنين قبل اجتماعهما في ساحة بدر، أي في السهل الذي اجتمع الناس فيه في بدر. وقد ذكر الله عز وجل العدوتين فقال: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم القصوى. القصوى هي التي تلي مكة، والدنيا هي التي تلي المدينة من جهة الشمال. هذا هو الساحل، هذا الساحل. وبالتالي أبو سفيان حينما علم بتحرك المسلمين فورا انطلق باتجاه الساحل، ثم مشى على سيف البحر حتى انطلق إلى مكة وحاز ما معه من العيش. الآن الهدف الذي خرج من أجله المسلمون أفلت منهم، ولم ينتفعوا من خروجهم من أجل ذلك الهدف بعينه، ولكن كما ذكرنا في المجلس السابق أن الله عز وجل وعدهم إحدى الطائفتين، إما النصر وإما الغنيمة، إما العير وإما النفير. الآن أفلت أبو سفيان، بعث النبي عليه الصلاة والسلام قبل تحركه عينا اسمه بسيسة، هذا الذي صح، ولكن في كتب السير اسمه بسبس. فقال أنس: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا، يعني هذه تعتبر سرية استطلاعية، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان. ربما لا يكون هناك فرق بين بسيسة وبسبس، ربما كانوا يعني يرخمون اسمه بسبس، يعني اسم دلع الأخرين، يعني يكون له أكثر من اسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بسيسة يعلم ما صنع أبو سفيان، أين ذهب، إلى أين وصل. فجاء وما في البيت أحد غيري، يقول أنس، وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا أدري ما استثنى بعض نسائه. فالحديث كان فيه نوع من السرية. قال: فحدثه بسيسة الحديث، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال: إن لنا طلبة، يعني خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وقال: إن لنا طلبة. والصحابة لا يتأخرون عن طلبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلب منهم شيئا، فمن كان ظهره حاضرا فليركب. فإذا طلبة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بمن كان له ركوبة جاهزة، لمن كان جاهزا للخروج. أما من كان ينتظر أن يذهب إلى مكان آخر ويأتي براحلته فهذا ليس مشمولا بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب. إذا كان واحد من الناس عنده ظهر لكن في العوالي أو في منطقة أخرى،
لا ينفع. لذلك قال فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم، يعني أن يأتوا بركوبات لهم، فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، أي في مناطق من نواحي المدينة مثل العوالي. فقال لا، إلا من كان ظهره حاضرا، إلا من كان ظهره حاضرا. إذن فلو كان العدد الذي يريد أن يخرج كبيرا جدا انحصر العدد في كم قليل من الناس، وهذا لا يعني أن كل من خرج ركب، هذا لا يعني أن كل من خرج ركب، لكن لو خرج إنسان ومعه ركوبة فإنه يتعاقب هو وإخوته على الركوبة. أما من ليس عنده راحلة ولا يأتي إلا براحلة فهو غير مشمول بالخطاب. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر. لم يسبقوا المشركين إلى بدر بمعنى أنهم وصلوا إلى موطن الساحة، وإنما الحديث ما زال عن بدر، يعني الموطن الواسع، المكان الواسع، كل منطقة بدر تسمى بدر، وبالتالي السبق كان المسلمين بالنسبة للموطن كله، وبالتالي كان السبق إلى هذه المنطقة التي تسمى بالعدوة الدنيا، يعني أقرب شيء إلى المدينة من جهة بدر. والمشركون أيضا انطلقوا، لم يتوقفوا عند ذلك. كم كان عدد المسلمين؟ عدد المسلمين يتراوح ما بين 313 أو 19. صحيح البخاري فيه أنها 300 وبضعة عشر، في سنن الترمذي أنها 313، في صحيح مسلم 19. الشاهد فيها خلاف، لذلك البخاري رحمه الله اختار أن يقول أو اختار رواية 14، وكلمة 14 تكفي، فبضعة عشر تشمل ما بين 3 إلى 9، البضعة 314 يعني أنها ما بين 313 وبين 319، وأكثر أهل المغازي على أنها 313. أي نعم، وهذا في الحقيقة هو تقريبا ثلث عدد جيش المشركين الذي خرج. وقال علي رضي الله عنه في الفرسان، من هم الفرسان؟ من الذي كان يركب الفرس؟ وفي المسألة حديثان عن علي، أحدهما في مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح، قال رضي الله عنه: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود. إذن لا يوجد غير المقداد بن الأسود معه فرس، إذن معهم فرس واحد. في رواية أخرى رواها البيهقي في الدلائل وإسنادها ضعيف، ولكن بعض أهل العلم حسنها بمجموع الشواهد. عن علي أيضا أنه كان في يوم بدر فارسان، المقداد والزبير. لكن لما كانت الرواية عن علي نفسه، حتى لو وجدنا ما يعضد رواية الفارسين، فعلي نفسه في الإسناد الصحيح الذي هو صحيح بذاته أصلا قال: ما فينا فارس إلا المقداد بن الأسود فقط، غير المقداد بن الأسود. وهذا يعني يقوي لدينا أنه ما كان عندهم إلا فرس واحد فقط، هذه غزوة لم يكن فيها إلا فرس واحد للمسلمين، لكن كان معهم إبل، وليس لكل واحد منهم ناقة، وإنما كان الرجل منهم يتعاقب هو وإخوته، أحيانا يكون على الناقة الواحدة 3، فلذلك لا يعتبر كل من خرج راكبا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد كان في ذلك الوقت كبير السن، وكان معه أيضا أبو بكر وهو دونه بسنتين، وكان معهم من هو قريب منهم في السن، انطلقوا إلى بدر وهم يمشون على أرجلهم. تصوروا يعني مسافة طويلة تقارب 160 كيلومترا تقريبا إلى أول موقع، وهم يمشون على أرجلهم، على الأقل يمشون ثلثي المسافة، وثلثا منها ركوبة، يعني تعاقب على الجمل وعلى غيره، ليس هناك إلا واحد معه فرس. طبعا المعركة لم يخطط لها، المعركة هي غزوة ما خطط لها، إنما خطط من أجل العير. لذلك حصل أمور، منها أنه تغيب عن هذه الغزوة بعض أفاضل الصحابة
وأهل العلية منهم. كذلك لم يتسلحوا إلا سلاح الفرد، سلاح الفرد منهم الإنسان، سلاح الشخص فقط، السيف أو بعض الرماح لمن كان يحمل معه رمحا. يعني ما تجهزوا لقتال، إنما تجهزوا إما لأسر أو قتل بعض الناس، وهم عدد قليل يمشون مع قافلة ويستقون القافلة ويرجعون وانتهت القضية. أما أهل مكة فقد خرجوا متجهزين للقتال لاستئصال المسلمين عن بحرة أبيهم، وهم لا يعرفون كم عدد المسلمين، وبالتالي تجهزوا جهازا كاملا وكانوا ثلاثة أضعافهم. إذن ليس هنالك تكافؤ من ناحية المادية، لا يوجد تكافؤ بين المسلمين وبين المشركين. أضيف إلى ذلك أن المنطقة التي فيها المسلمون منطقة تسوف فيها الأقدام، منطقة العدوى الدنيا والتي في هذه المنطقة. أما المنطقة هذه وهي العدوى القصوى فهي منطقة صلبة، منطقة صلبة، لكن المعركة لن تكون هنا في كل هذا، وإنما هي ستكون في سهل بدر، المنطقة المفتوحة. وبالتالي انتقال المسلمين من العدوى الدنيا إلى سهل بدر أصعب من انتقال الكافرين من العدوة القصوى إلى منطقة إلى سهل بدر. هذا الأصل. إذن إلى الآن الناحية المادية كلها تشير إلى قسوة هذه المعركة على المسلمين كلها. تغيب كثير من أفاضل الصحابة له أثر ينعكس أيضا على المسلمين. مثلا من ذلك أن عثمان تغيب عن هذه الغزوة. لماذا تغيب عثمان عن الغزوة؟ كان فيما صح أنه كان تغيب من أجل رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنه، كانت مريضة فذهب يمرضها فغاب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن البيهقي والإسناد إلى ذلك صحيح أنه يقول أسامة بن زيد عندما رجعوا، لكن هذا نريد فقط قطعة من الحديث، قال فوالله ما صدقت يعني بالنصر حتى رأينا الأسارة فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بسهم. عثمان ما حضر، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بسهم. وهذا يدل على أن عثمان لم يعاقب في غيابه عن تلك الغزوة، بل ضرب له بسهم. ولكن الخوارج عاقبوا عثمان على غيابه في تلك الغزوة، فدافع عن نفسه وقال إنما ذهبت لأمرض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك غاب ممن غاب كعب بن مالك، ذكر ذلك والحديث الصحيح عندما تغيب عن غزوة تبوك، فذكر أنه ما غاب عن غزوة قط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غزوة تبوك، إلا أنه غاب غزوة بدر، فقال فيها ولم يعاقب أحد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. حديث صحيحين. فما كان هناك تحضير وترتيب لأن يكون، لذلك غاب كثير من الصحابة كما ذكرنا. ممن غاب أيضا البراء بن عازب وعبد الله بن عمر، لكن سبب غياب البراء بن عازب وعبد الله بن عمر قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، يعني كبرا صغيرين عن الحرب. وكان المهاجرون نيفا على 60 والأنصار نيفا 40 و200، حديث صحيح البخاري، وهذا أيضا يدلنا على العدد الذي ذكرناه قبل قليل. ممن غاب أيضا حذيفة بن يمان وحسيل باللام، حسيل أبو حذيفة، حذيفة بن يمان اسمه حذيفة ابن حسيل، حذيفة ابن حسيل، والحديث في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وفي المستدرك. قال حذيفة وسبب الغياب، سبب الغياب أنه كان بينه وبين قريش عهد، وكان هذا العهد ثابتا، واستشار في ذلك حذيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أمضي في عهدي معهم أم أخرج معك لأقاتلهم. وحذيفة نفسه يقص لنا القصر فيقول ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل، حسيل قلنا باللام، فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريد، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه، يعني ما تركوهما
إلا لما أخذوا منهما العهد والميثاق لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل مع محمد. هذا العهد والميثاق. قال فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وهذا فيه دليل على تمسك المسلم, على وجوب تمسك المسلم بالعهد حتى مع المحاربين. إذا كان هنالك عهد ملزم فالمسلم لا ينقض العهد, لا ينقض العهد, وخاصة إذا كان مبنيا على شرط لفك وثاق, وإلا لم أفك وثاقه حينئذ. فهذا الوفاء, انظر إلى الدين الإسلام. نحن قلنا في مقدمة هذه الدروس بأننا نتعرف إلى جمال الإسلام في أشد المواطن والمواطن القتال. تعرف إلى أخلاق الإسلام حتى في القتال. كذلك ظهر لنا صور من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وعفته وحبه للبذل في سبيل الله عز وجل من نفسه ومن جهده غير المال. فمن ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير, يعني مناورات, يركب واحد يمشي مثلا 5 كيلو بعدين ينزل ويمشي مع من يمشي ويصعد الثاني وهكذا كل فترة وفترة يقسمون الطريق عليه كل ثلاثة على بعير. كان أبو لبابة وعلي زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكانت عقبة رسول الله, عقبة يعني تعقبون العقبة هي النوبة, وكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقالا, يعني بعد أن ركب النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت العقبة التي بعد ما مضى, فقال نحن نمشي عنك يا رسول الله. طبعا يعني لو أن إنسانا كان أبوه معه ينزل ويركب أبا, بل لو كان معه عالم لنزل وأركبه, فكيف إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا شيء طبيعي جدا, لكن كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف؟ فقال نحن نمشي عنك. فقال ما أنتما, اسمعوا, ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. لكن هو كبير في السن عليه الصلاة والسلام, علي بن أبي طالب من حيث الناحية المادية الحسية شاب صغير, وبالتالي حينما يقول ما أنتما بأقوى مني ولا أنا أغنى عنكما من الأجر لابد من وقفة. أي قوة هذه؟ وهل هؤلاء حقا لا يحتاجون إلى الأجر, أم أن كل حادث كل إنسان بحسب ما يعرف من نفسه وبحسب رغبته في الأجر؟ فمع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو في منزلته التي لا يمكن أن ينالها أحد في الجنة, إلا أنه عنده شعور بالحاجة إلى الأجر أكثر من شعور علي وأبي لبابة, مع أنهم من علية الصحابة, يعني معروف علي بن أبي طالب, ولكن مع ذلك وشجاعة علي بن أبي طالب وقوة علي بن أبي طالب وكذا, وأبو لبابة, أبو لبابة تعرفون له مواقفه, مع ذلك لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا ذكر هذين؟ لأن هذين هما الهدف من إنزاله, من إركابه يعني لبعثه, ولأنه رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. لكنه نظر إلى القضية من الصورة, من الجانب الآخر, أنه كلما بذل من جهده تقرب إلى الله أكثر, يعني لا يتقرب إلى الله بالراحة والدعاء, وإنما بما يبذل من جهده. وأما حاجته فشعوره بالحاجة إلى الأجر أشد من شعورهم لما عنده من يقين وعلم. واضح هذا الأمر؟ لذلك عائشة رضي الله عنها لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه, تتشقق قدماه, وهو واقف في الليل مع كبر سنه, فتقول يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة, انظر الجواب, أفلا أكون عبدا شكورا, يعني هذا الأجدر بي أن أستمر في العبادة, الأجدر بي أن أستمر, لا أن أترك, غفر لي خلاص أترك, لا العكس. وحينها يأتي قول القائل إن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. وفرق بين عبد السوء وعبد الخير, فعبد الخير كلما أعطاه سيده أنتج, وعبد السوء إذا تركه سيده قاعد, إذا أعطاه سيده فرسا, فإذا ضربه
تحرك. ومع الأسف الشديد هذا حال كثير من الناس، عند المصائب يلجأ إلى ربه، ولكن عند النعم يبتعد عن ربه. إذن انتبهنا إلى قضية مهمة في هذا الحدث، وهي قضية الفرق بين ما يجب على القائد والأمير وبين ما ليس كذلك. الأمير في أكثر العصور والأمكنة يجلس في أماكن تختلف عن أماكن الحرب، يحمل على الأكتاف والآن يركب الكرفانات، يعني غرفة نوم متنقلة وفيها مطبخ وفيها كذا وإلى آخره، وإذا حضر المعركة يكون في المؤخرة، وربما لا يخرج أصلا وإنما يتابع عن طريق الأجهزة اللاسلكية ولا يحضر شيئا، وكأنه لم يحارب، لا يشعر بالحرب أصلا. فهؤلاء الجنود ليذهبوا أينما يذهبون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يشارك في كل شيء. نحن ما بدأنا في القتال بعد، ما تكلمنا عن حمل السلاح لرجل بلغ من السن كما ذكرنا كبير في السن عليه الصلاة والسلام، مع ذلك ما تكلمنا عن حمل السلاح. ما زال النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق، ومع ذلك يضرب لنا أمثلة وهو في الطريق عليه الصلاة والسلام. فتفاني النبي عليه الصلاة والسلام في الجهد وبذل الجهد لله سبحانه وتعالى يؤدي إلى تفاني العسكر والجند معه في ماذا؟ في قتالهم. لما أشوف قائد يأكل مما آكل ويشرب مما أشرب ويسير كما أسير ويركب كما أركب وكل شيء، لا أشعر بالبغضاء لهذا القائد، بالعكس أتفانى في خدمته أحاول. فكيف إذا كان هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ أقول إذا لم يكن هو الرسول صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يحاول أن يحبب جنده فيه، لا العكس. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى أن يحببهم، بل هم يحبون رائحة الثرى التي يمشي عليه. تعرفون قصة عروة بن مسعود لما ذكر كيف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذاب قال ما رأيت، لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. قصة طويلة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مما يعني يفيد نستفيد من الدروس في الطريق، أن لا نقول عدو عدوي صديق، ولا نقول إذا قاتل فلان فلانا فأنا معه وإن كان الشيطان أضع يدي في يده، هذا حرب على الإسلام. ليس هكذا، أنت لست مع الإسلام بهذا، أنت مع غير الإسلام. الإسلام اسمع ماذا يقول، تكلم عن قضية المحاربة. قالت عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة، حرة الوبرة هي أصلا محيطة بالمدينة من جهة أين؟ من جهة الغرب، لكنها تستمر إلى أن تصل إلى ما بعد المدينة، حتى تصل إلى من؟ إلى بني عمرو بن عوف ما بعد قباء، طويلة حتى وصل إلى حرة الوبرة. أدركه رجل، هذا الرجل معروف بالجرأة والقوة في الحرب، فإذا رؤية بين المسلمين رفع من معنويات المسلمين، وإذا علم المشركون وجوده مع المسلمين أثر في نفسه. إذن هذا من حيث الناحية الحسية، وجوده من حيث الناحية الحربية أقصد مطلوب. فإذا جاء بنفسه يعني هو راغب، ماذا نقول له؟ ارجع قل له تعال، هذا نحن المسلمون الآن، أو كثير من المسلمين الآن مع الأسف الشديد. لكن ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا وصفته عائشة قالت كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه. لم يتعلموا بعد المطلوب في هذا المجال، والصحابة كانوا إذا تعلموا التزموا، وإذا ذكروا ذكروا، فلما رأوه فرحوا. فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا المشرك وما زال على شركه، جئت لأتبعك وأصيب معك. إذن ما هي نيته؟ قاتل من أجل الغنيمة، جئت لأتبعك وأصيب معك. لكن ما هي حاجة المسلمين إليه؟ شديدة. فإذن هناك مصالح مشتركة، يعني تقاطع المصالح موجود. طيب، فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فارجع فلن أستعين بمشرك، فارجع فلن أستعين بمشرك.
ممكن بعض الناس يظن أن المشرك فقط هو الذي يضع حجرا ويسجد له، حتى لو أن الرجل سجد للنبي عليه الصلاة والسلام فهو مشرك، لو أنه عبد أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا فهو مشرك، أو آل البيت فهو مشرك، فليس عبده، لا يجوز، لا يحل، ليس هكذا الإسلام يا أمة الإسلام. فأوردها سعد وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، لا يمكن أن ينصر الإسلام إلا على هدي الإسلام وإلا على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الأمان عليه الصلاة والسلام. فقال لو فلن أستعين بمشرك، ارجع. ثم مضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل، الرجل ما قمر، ما زال يرغب في أن يخرج وعنده أمل ورجاء في أن يقبل النبي عليه الصلاة والسلام خروجه، ولكن الهدف يختلف يا إخوانا ولا لا؟ أقصد مبادئ المسلمين تختلف؟ ما تختلف، المبدأ هو المبدأ لا يتغير، ولا في زمان ولا في مكان، لا في حرة الوبرة ولا في الشجرة، الإسلام هو الإسلام. طيب، حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال فارجع فلن أستعين بمشرك، انتهينا، قرار نهائي لا مجال للرجوع فيه. وبعدين لن أستعين، ما قال لا أستعين، يحتمل أن يستعين بعد ذلك، لن يعني في المستقبل، لن أستعين، لن أستعين. طبعا قد يقول قائل طيب لن لا تفيد التأبيد، نعم لا تفيد التأبيد، لأن قد يسلم فنستعين به بعد إسلامه، ومن رأى النفي بلن نؤبد فقوله اردد وسواه فاعبد كما قال مالك. طيب، ثم مضى ثم رجع فأدركه بالبيداء، صحراء لا فيه شجرة ولا وبرة، بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم، آمن. يعني مسافة الهداية كانت أين؟ ما بين حرة الوبرة والشجرة والبيداء، في البيداء آمن، يريد أن يخرج، حتى لو آمن بالله ورسوله يخرج. وهذا يدل على أنه استيقن من أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يخرجه حتى يؤمن. طيب، فقال نعم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق. إذا ازداد فرح المسلمين فرحا، سيقاتل معنا وهو ايش؟ وهو مؤمن، هذا اجود واجمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله مثله خيرا منه. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هو اصلا ما يعرف من اين سياتيه الرزق، وقد يتوقع خرقا معينا فيقول انا افعل هذا الخير لعل الله عز وجل يفتح لي هذا الباب، فيفتح له باب واسع ما كان يتوقعه، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا إخلاص النية له دور، التوحيد إخواني له دور، بدون التوحيد لن ينتصر، لا يمكن أن يستغيثوا بالمشركين فينتصروا، أن يستعينوا بالمشركين لا ينفع، لا ينفع، ارجع فلن أستعين بمشرك. طيب، نلاحظ هنا المرات التي سبقت في العشيرة وفي إلى آخره كان فيها إقلاق للمشركين، يخلقون راحتهم على قوافلهم وعلى إلى آخره، هذه المرة يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الحق لأصحابه، كيف؟ أن يأخذ القاتلة ويردها، لكن حقيقة فاتت القاتلة. كذلك المشركون يريدون أن يردوا الإهانة التي حصلت لهم في غزوة في سرية نخلة، تذكرونها لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش وبعث معه الكتاب، فقتلوا الحضرمي في آخر يوم من أيام رجب، واستاقوا ما معهم كذا إلى آخره، وحصلت معه، لكن أرادوا أن يردوا الإهانة، لذلك كان خروجهم فيه نوع من التأكيد. كذلك يريدون أن يعني يردوا على المسلمين في قضية القلق الدائم والخوف الدائم، أن يضربوهم ضربة واحدة ليؤمنوا قوافلهم بعد ذلك. لذلك خرج المشركون، جمعوا كل ما يستطيعون، أجنبوا بخيلهم ورجلهم، خرجوا. حتى إن المشركين أخرجوا من كان ممتنعا عن الخروج ولو لحاجة، يعني أمية بن خلف خرج، معقول يخرج أمية بن خلف؟ تعرفون قصة أمية؟ ما يمكن أن يخرج، سمع بأن محمد عليه السلام
سوف يقتله. قال لا يكذب محمد، لا يخرج، لكنه مع ذلك خرج، كلهم خرج، ما يستطيع واحد أن لا يخرج. طيب الآن عندنا طائفتان، طائفة تبلغ الألف مقاتل وطائفة تبلغ ثلث ذلك العدد، طائفة معها الخيل ومعها السلاح مدجج السلاح، وطائفة ما معها شيء، معها سيوف فقط. كيف سيتقاتلون؟ وكيف عرف أبو مكة أبو سفيان بمقدم المسلمين إلى بدر؟ الحقيقة لا يوجد نص صحيح في هذا، لا يوجد إلا ما رواه أهل المغازي ولا يعتمد عليه، لكن ليس عندنا حكم شرعي يترتب عليه. ذكروا أن أبا سفيان بعث إلى منطقة بدر، لمنطقة بدر فيها ماء، وبالتالي كل من يمشي مسافة طويلة مثل هذه ليس عندهم، طبعا ليس عندهم استراحات في الطريق. الماء المعروف في المنطقة هو ماء بدر، فمن أراد أن يمر لابد أن يذهب ويتزود ماء بدر. فبعث هناك قالوا لا يوجد شيء، فذهب بنفسه فوجد بعرا، ففتت البعر فوجد فيه نوى تمر، فقال هذه أزواج أهل المدينة، هذه أعلف أهل المدينة، أهل المدينة يعرفون دوابهم بماذا؟ بنوى التمر، لأن عندهم تمر كثير ما فيها مثل ذلك. فعلم بذلك فضرب وجه عيره إلى الساحل، انطلق إلى الساحل وتقدم باتجاه مكة حتى ينفذ بها. لكن مع ذلك أقول هذا لا يوجد، لا وجدت له سندا صحيحا في هذا، فبالتالي يكفينا أن أبا سفيان علم ورجع، وصح ذلك أنه علم ورجع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن القافلة فاتت، بلغه أن قافلة أبي سفيان فاتت، فهل أخذ بعنان ناقته ورجع، ولا لابد من أن يشاور هؤلاء الذين خرجوا معه؟ ماذا يفعل؟ هل يتقدم أم يتأخر أم يرجع؟ طبعا الخيار الوحيد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيتقدم، هذه قضية مفروغ منها، لكنه يريد أن يشاور. ما السر في ذلك؟ طيب لماذا لم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم مع أننا نعلم من داخلنا أنه يريد أن يتقدم، لماذا شاور؟ تفضل. الأنصار هم أكثر من خرج معه، وهؤلاء ليس بينه وبينهم من العقد الذي بينه وبينهم بعث عقبة، ليس فيها إلا أنهم يحمونه في داخل المدينة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة بدون حماية، لما دخل المدينة دخل في حماية أولئك الأنصار. إذن لابد من أن يعرف يعني هل هؤلاء ما زالوا ملتزمين بهذا العهد ولن يزيدوا عليه، وهو لا يلزمهم إلا بالعقد الذي عليهم، فحصلت مشاورة من أجل ذلك، أو هذه من أسباب المشاورة. لكن هذه المشاورة أظهرت لنا فضائل بعض الصحابة، وقد تكون ظاهرة هي، لكن يعني في كل مرة تستطيع أن تضيف إلى ما تعرف عنهم. فشاور النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس، شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بلغه إقبال أبي سفيان لما انفرق، فتكلم أبو بكر، وهذا في كل المواقف، وسيظهر معنا هذا إن شاء الله تعالى، وظهر معنا فيما سبق في الدروس الماضية، لكنه سيظهر معنا جليا جدا فيما يأتي إن شاء الله تعالى. كل ما زاد الخطر على النبي صلى الله عليه وسلم نجد أبا بكر هو الذي يحميه ويحفظه، وبالتالي هذا يدلنا على سبب عداء من عادى أبا بكر. فكل من يحمي النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عداء أعداء الإسلام له، وإن كانوا لا يصرحون بأنهم أعداء الإسلام، بل عدم تصريحهم بعدم عداوتهم للإسلام هو سبب إضافي لخطورتهم، عدم تصريح بالعداوة سبب إضافي لخطورة هؤلاء الذين يعادون الإسلام من خلال معاداتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، من خلال علمنا بذلك، لأنهم أشد عداوة لمن يحمي النبي عليه الصلاة والسلام دائما، ما كان أحد يحمي النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر بكل المواقف. هناك لفظ أنني رأيت أنس بن مالك يعني أحب أن يذكره، فأحببت أن أذكره كما أحب، لأنه قال، بل ابن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله عنه: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لا أن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، يعني من الذهب والفضة من أمر الدنيا. فطبعا هذه الكلمة تدعوني لأن أذكر رواية في ذلك، المقداد بن الأسود أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون،
ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم هنا موضع الشاهد طبعا، انسى السابق كله، لكن ماذا أثر هذا الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقول هنيئا للمقداد أن كان سببا فيما سأذكر. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام أشرق وجهه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرح يرى ذلك في وجهه ويتهلل وجهه كأنه مذهل عليه الصلاة والسلام. صحيح الحديث صحيح البخاري. طيب إذن فتكلم أبو بكر فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنه، وتكلم عمر فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ثاني من؟ عمر. وهذا في كل المواطن أيضا، أبو بكر ثم عمر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يتكلم أبو بكر يعرض، عمر يعرض، لا يريد. فالأنصار شعروا بالقضية، لكن أنا قبل أتكلم عن الشعور بالقضية، طالما أبو بكر مستعد والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول أنتم يا معشر المهاجرين جاهزون، لا تحتاجون إلى مشاورة، تحت الإشارة والإمرة لا تحتاجون. المهاجرين خرجوا تركوا كل شيء، يعني الذي فعلوه إلى الآن كثير، لكن الأنصار الحقيقة يعني كان لهم النصرة وكان لهم إلى آخره، لكن مع ذلك في هذه المواطن يحتاج إلى أشياء من الكلام. لماذا تكلم أبو بكر وعمر؟ لا يليق، لا بد أن يتكلم. حتى لو ما كان يعني حتى لو كان موقفهم معروفا لابد أن يتكلم. لو تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وما تكلموا لكان الموقف سيئا جدا، صحيح ولا لا؟ لابد أن يتكلم، بل دافعهم الداخل يقول تكلم أبو بكر، تكلم فأحسن، قال كلمتين ثلاثة يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما تكلم أبو بكر. كأننا نقول لا حاجة لنا بأن نعرف ما في داخل أبو بكر، عارفين خلاص. فكل ما زاد بالكلام توقع، هذا كله دليل على ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مما في داخلة من؟ أبو بكر، كان شهادة، شهادة بالسكوت. طيب فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله؟ سعد بن عبادة سيد من سادة الأنصار، والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر، نخيضها يعني إيش؟ الإبل. لو أردتنا أو أمرتنا أن نخيضها البحر لا أخذناها، يعني عارفين كيف يعني؟ يعني زي أنت تقول واحد أو تقول زفت حالك من فوق الجبل، معقول الإبل تمشي على البحر؟ الإبل تمشي على البحر، لكنك لو أمرتنا أن نخيضها البحر نخوض البحر، قل امشوا على البحر نمشي على البحر. يعني كان يعلق القضية بمستحيل، يعني لو أنك علقته بمستحيل لفعلناه مع أنه مستحيل، وهذا مستحيل عادة. طيب لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناه، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. حديث صحيح مسلم مسند الإمام. إذن استعد الأنصار، وهناك روايات كثيرة عن الأنصار رحمك الله، لكن حقيقة لا أريد أن أستكثر من ذكر كل من تكلم من الأنصار في ذلك. الآن نريد أن نذكر سياقا، السياق في رواية علي بن أبي طالب، وفيه بيان تعرف النبي صلى الله عليه وسلم على ما عليه المشركون وعلى عدده. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخبر عن بدر، فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فسبقنا المشركون إليها، فسبقنا المشركون إليها. إذن السبق الأول كان إلى العدوى الدنيا، ولكن السبق الثاني كان إلى العدوى القصوى، والعدوى القصوى أقرب إلى سهل بدر من العدوى الدنيا. فهمتم؟ إذن السبق الأول الذي ذكرناه حتى لا كل واحد والله هناك تعارض بين النصوص، السبق الأول كان إلى الموطن الذي عسكر فيه المسلمون وهو العدوى الدنيا، والسبق الثاني وهو سبق المشركين كان إلى العدوى القصوى وهي أقرب إلى سهل بدر. فسبقنا المشركون إليها، فنذب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، فلما أمسى بعث عليا. طبعا إذا المسلمون لما عرفوا أن المشركين أقبلوا إلى بدر ووصلوا، النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي في مكانه في معسكره، وإنما بقي يمشي حتى وصلوا بدرا، وهو هذا المكان الذي قبل سهل بدر بقليل، فصاروا أقرب إلى بدر من المشركين. واضح هذا؟
صاروا أقرب إلى بدر من المشركين. هذه هي طريق المجيء، هذا هو الجيش، وهذا هو طريق الوصول إلى المنطقة التي فيها بئر بدر، التي فيها بئر بدر أو الآبار التي في بدر. وبئر بدر طبعا بئر فيها ماء، ويستفيد منها الناس من خلال تزود الماء وكذا، لكن هو جاء، ونلاحظ هنا بحسب الخارطة أنه جاء ووقف بعد بئر بدر، يعني المعسكر صارت بئر بدر بين المعسكر وبين المدينة، والمشركون وراء السهم، يعني الذي يريد أن يشرب لابد أن يجتاز صفوف المسلمين ثم يصل إلى، إذا انقطع عنهم بالطريقة هذه ألف. لكن هنالك حديث في هذا، أن الخباب بن المنذر أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم إشارة، وهو أن يردم الآبار كلها وأن يخلف وراءه بئر بدر حتى يمنع المشركين من شرب الماء. هذا لم يصح مع أنه مشهور، لكنه ما صح من حيث الإسناد، ما صح، وبالتالي لا يجوز أن نعتقد صحة شيء هو ليس صحيح. كما أنه لم يصح إشارة سلمان الفارسي في مسألة الخندق، فلا نقتر بكثرة من يذكر ذلك ولا بمنزلة من يذكر ذلك، ما صح. ومن يظن بأنه صح فليأتي بالسند، لا يوجد سند صحيح بأن الخباب بن المنذر أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن المسلمون عسكروا ووضعوا ماء بدر وراءهم من غير أن يثبت لدينا من الذي أشار بذلك. وعدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، لكن لا يجوز لنا أن نجزم بشيء ليس فيه إسناد حتى لو كنا في السيرة. نحن نريد أن نلتزم بالصحيح فقط، الصحيح أو الحسن المقبول عند أهل الحديث فقط. فلما أمسى النبي صلى الله عليه وسلم، لما أمسى وهم هناك، بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه، يعني مجموعة عليهم أو معهم أولئك الصحابة الكبار، إلى ماء بدر يلتمسون الخبر له، يلتمسون الخبر يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. وورد عليهم روايا قريش، قريش أصحاب المعسكر، يعني قريش الكفار، يعني ليسوا أصحاب القافلة وإنما الجيش، بعثوا من يتزود لهم بالماء، وفيهم غلام فأخذناه، فجعلنا نقول الرواية أكثر من واحد، لكن واحد منهم غلام، وهذا غلام لعقبة بن أبي معيط، فأخذناه فجعلنا نقول له كم القوم، فيقول هم والله كثير عددهم شديد بأسهم، من غير أن يذكر العدد، هم والله كثير عددهم شديد بأسهم، ونحن سقاط قريش. إذن هؤلاء ليسوا من أصحاب العير، ليسوا من مع أبي سفيان، وإنما هم من مع الجيش. أي جيش؟ إلى الآن ما علمنا بأن الجيش قد قدم، يعني إلى الآن المسلمون لم يعرفوا بأن هنالك جيشا جاء يحارب، واضح هذا الأمر، ولا نعرف كم عدد الجيش الذي جاء. طيب، قال فأخذناه فجعلنا نقول له كم القوم، فيقول هم والله كثير عددهم شديد بأسهم، ونحن سقاط قريش، بعثونا نسقيهم من الماء. قال فكره القوم الخبر ورجوا أن يكون لأبي سفيان. فهمي كيف؟ أتمنى أن يكون لا الجماعة، أنت أكيد مع أبو سفيان، القافلة اللي فيها العير فيها الأموال، تمنوا ذلك ورجوا أن يكون لأبي سفيان، فكانوا يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه. أنت اتركنا من الجماعة المشركين، إيش أخبار القافلة؟ فما يعرف عن أخبار القافلة أصلا، وما خرج ولا شاف القافلة، هو خرج مع من؟ وهو فقط من الرواية، من الذين يأتون بأزواج الماء فقط. فيقول ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، يعني من كبار طغاة المشركين، فإذا قال ذلك ضربوا، كل ما يقول لهم أمية بن خلف وأبو فلان يبدأون بالضرب. ليش؟ حتى يقول ما يرضيهم، يرضيهم أن يقول أنا مع أبي سفيان العير موجودة خلاص. لكن كلما قال لهم هذا أبو جهل وهذا عتبة وشيبة وأمية بن خلف بدأوا يضربونه، فإذا ضربوه قال نعم أنا أخبركم عن أبي سفيان. بعد ما يقيموا عنه هيك ما بعرف إيش يقول، ما أعلم. فإذا تركوه فسألوه فقال ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، الرجل صادق لكنهم لا يعرفون الحقيقة. ف
فإذا قال هذا أيضا ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هذا ستجدونه دائما في هذه الغزوة وفي غيرها، أن النبي عليه الصلاة والسلام دائم الصلاة دائم الدعاء، لا ينقطع عليه الصلاة والسلام في كل موقف، ستجدون قائم يصلي. حتى لما نام الناس وألقي عليهم النعاس ناموا كلهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم بقي قائما يصلي طول الليل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد شيئا يمتعه مثل الصلاة، ولا شيء يفزعه مثل الصلاة. يفزعه يعني يفزع إليه، مش مفزع. النبي عليه الصلاة والسلام قائم يصلي، فلما رأى ذلك انطرح، قال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم ولتتركوه إذا كذبكم. للأصل أن يقول لتضربونه إذا صدقكم ولتتركونه إذا كذبكم، لكن هذه لغة من لغات العرب، هكذا جاء لفظ الحديث، لتتركوه إذا لتضربوه إذا صدقكم ولتتركوه إذا كذبكم. قال فقال له كم القوم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد أن يسأله عن من؟ عن الجيش. دعنا من القاتل الرجل صادق، قال هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. يعني ما نتكلم إلا بالكلام المزعج، الرجل الغلام، هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. إذا ما زال المشركون من عدوة القصوى، المسلمون تقدموا فصار بينهم وبينهم كثيب، يعني رمال عالية كثيب، هم والله وراء هذا الكثيب بالعدوة القصوى. فجهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره كم عددهم، فقال ما رد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم الآن النبي صلى الله عليه وسلم التفت على السؤال، يريد أن يأخذ الجواب من غير صراحته، يعني مش شرط يكون صريح الجواب، التفت على السؤال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله كم ينحرون من الجزر، لعل الغلام لا يدرك خطورة الجواب فيجيب كم ينحرون من الجزر، فقال 10 كل يوم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الآن أخذ الجواب، خلاص ما بدنا الغلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على حنكة النبي عليه الصلاة والسلام وذكائه وفطنته، يعني مش كثير من المسلمين يقول لك يعني أنا الحمد لله على البركة، ما والله يا الأمور ما بفهم فيها إيش يعني، وكان المسلم لازم يكون أهبل يعني أو غبي أو كذا، لا يا أخي. في كل غزوة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بأساليب جديدة وتعامل إلى آخره، مما يدلنا على أن هذا مطلوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم 1000، في رواية القوم ما بين 900 إلى 1000، لكن هذا الحديث الذي معنا في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح القوم 1000. قال كل جزور 100، كل جزور 100، الجزور هو الناقة التي يراد ذبحها أو الجمل الذي يراد ذبحه، هذا الجزور كل جزور 100، انتهينا 10 جزور بمئة ألف. لكن الرواية الثانية معتمدة على رواية الراوية، حيث قال القوم قال ينحرون يوما 9 ويوما 10، فقال القوم بين 9 لكن الحديث واحد حقيقة، الحديث قال القوم 1000. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان. النبي صلى الله عليه وسلم صار وين؟ هنا هاي المنطقة اللي سهل بدر، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك وبدأ يشير لهم، هنا يقتل أبو جهل، هنا يقتل أمية بن خلف، هنا يقتل عتبة، هنا يقتل شيبة، فأشار لهم. هذا معنى كلمة مصرع، المصرع هو المكان الذي يصرع فيه الإنسان أو يقتل فيه الإنسان. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا مصرع فلان، ويضع يده على كل موضع يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. إذن قال فما ماط أحدهم عن موضع يده صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم مات في نفس المكان. قال ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر، مطر خفيف، فانطلقنا تحت الشجر والحجر. الشجر معروف، الحجر اللي هي الطروس التي طرق ما بين جلدين فيها، يعني جلد من فوق وجلد من تحت، وكانوا يستظلون بها، نستظل تحتها من المطر. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يدعو ربه سبحانه وتعالى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن يبنى له عريش، ف
فبني له عريش فنزل في عريش له عليه الصلاة والسلام في رواية في قبة، القبة والعريش شيء واحد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بات تلك الليلة في الدعاء يدعو ربنا، مع أن الله قد أعطاه وعدا أنه يعني إما أنه يغلب إن قاتل المشركين أو أنه يغنم إن حصل على القاتل. الآن ما بقي إلا ماذا؟ إلا قتال المشركين، هذا وعد. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الدعاء، ما ترك الدعاء. قال علي رضي الله عنه الحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، يعني أنا أخذ فقط القطعة التي تهمنا في المرحلة لأن الحديث تكون طويلة فأخذ منها المناسب. قال ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، كل الصحابة في تلك الليلة ناموا. يعني ذكرنا في الآيات كيف أن القرآن أخبر أن الله عز وجل أنزل عليهم نعاسا. قال وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح، يصلي ويبكي حتى أصبح. إذن طول الوقت النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء وفي الصلاة وفي البكاء، يبكي وهو نبي الله وهو سيد الخلق وأكرم الخلق الحق سبحانه وتعالى. يعني ما يقول واحد والله معهم الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتمد على قضية أنه أنا الرسول وانتهت القضية، أمين السورة ولا لا؟ يعني إن تنصروا الله ينصركم، ليس معنى ذلك أنه هؤلاء جماعة نصرهم الله لأنه معهم الرسول عليه الصلاة والسلام وخلاص، لأن سيظهر لنا فيما بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون معهم ومع ذلك قد لا ينتصرون أحيانا، ينهزم بعضهم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم معهم. قضية ليست قضية من معهم، قضية ماذا يفعلون. هنا إن تنصروا الله ينصركم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خيرهم وهو الذي إن نصروا بأحدهم فسينصرون به. بات طول الليل هم نائمون وهو يدعو ربه ويصلي ويبكي حتى أصبح، يعني حتى صلى الصبح وهو على تلك الحال عليه الصلاة والسلام، هذا في بدر عليه الصلاة والسلام. قال علي فلما انطلع الفجر نادى الصلاة عباد الله، فجاء الناس من تحت الشجر والحجر فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال، يعني بعد الصلاة حرض وحرض على القتال. ثم قال إن جمع قريش تحت هذا الضلع، يعني حدد المكان الذي فيه قريش، إن جيش قريش أو إن جمع قريش تحت هذا أو تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل، فلما دنا القوم منا وصافتناهم. يقول علي لأنه اختصر جزء من الحديث، إذا رجل منهم على جمل له أحمر يسير في القوم، هذا الرجل الذي على الجمل الأحمر الذي يسير في القوم النبي عليه الصلاة والسلام لاحظه ولاحظه الناس، فماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي نادي لي حمزة، وكان أقربهم من المشركين، يعني القريب من المشركين يرى ويعرف من الذي يتحرك، من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم. ثم إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من بعيد يعني ولا ما، لكنه عليه الصلاة والسلام نبي، فهؤلاء الصحابة طبعا كل يوم يجدون منه هذا، فلا شك أن إيمانهم يختلف عن إيمان بقية الأمم. فجاء حمزة فقال هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال، ويقول لهم يا قوم إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير، يا قوم اعصبوها اليوم برأسي، يعني حطوها زي ما قلنا الآن حطها برقبة وكفها، يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جبن عتبة، خلاص حطوها برأسي قولوا عتبة جبن، احنا روحنا لأن عتبة جبن. يعني هو يريد أن يرجعهم بكل سبيل، مع أنه عتبة إخواننا يعتبر، احنا ذكرنا أنه اختير لأجل مفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم لما معه من قدرة على الكلام وقدرة على الكلام ومعرفة بالسحر ومعرفة باللغة ومعرفة عتبة معروف عتبة، ومع ذلك قبل على نفسه أن يقول اعصبوها برأس اليوم وقول جبن عتبة. إذن هذا يدل على إصراره على ماذا؟ على أن يرجع، عرف أن القوم قال عن قوم محمد عليه السلام إنهم قوم مستميتون، يعني جماعة جايين يموتوا شو يكون بالقتال معهم. فلكن دائما يقف لنا بالمرصاد عدو الخير الدائم من هو؟ أبو جهل. قال عتبة
وقولوا جبن عتبة بن ربيعة وقد علمتم أني لست بأجبنكم، يعني إذا أنتم البنت أنا مش أجبن واحد منكم. فسمع ذلك أبو جهل فقال أنت تقول هذا، والله لو غيرك يقول هذا لأعظمته. وحتى لو ما لو قالوا هذه الكلمة معناته كأنه فعل، واضح؟ قد ملأت رئتك جوفك رعبا، قد ملأت رئتك جوفك رعبا. كلمة يقول العرب من أجل إظهار الشخص بأنه جبان جدا. قد ملأت رئتك جوفك رعبا. فقال عتبة إياي تعير يا مصفرته، طبعا كلمة جدا قبيحة، كلمة قبيحة جدا جدا، يعني قد يخجل الإنسان أن يفسرها. فإياي تعير يا مصفرته، يعني إنسان يزين مكان. قال ستعلم اليوم أينا الجبان. أجبر عتبة بأن يقاتل. فهناك دائما استعمل الناس أو كثير الكفار يستعملون دائما أساليب لجر الإنسان إلى الشر، يستعملون كلمات يعرفون كيف يختارونها ليجروا الإنسان إلى الشر. وإلا هذا رجل حكيم، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه يأمر بخير. النبي صلى الله عليه وسلم استمر في الدعاء، ما انقطع، استمر في الدعاء في النهار وفي الليل وفي كل. قال عمر لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1119. طبعا هذه رواية مسلم قلنا فيها 19 رجل. فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة، يعني حتى لما صافوهم ورآهم وسلم، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه. يهتف يعني يدعو بصوت عال جدا، يصيح يعني صوت عالي جدا. فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد بعد في الأرض أو لا تعبد في الأرض. يعني ممكن واحد يقول طيب هؤلاء ليسوا كل المسلمين، يعني هناك مسلمون في المدينة ما زالوا موجودين، لكن إذا كان خيار المسلمين يقتلون في هذا فغيرهم من باب أولى أن يذهب. وهؤلاء معهم أبو بكر وعمر، بل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا بعد هؤلاء؟ واضح إخواننا؟ هذا هو. قال فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. تخيلين الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار كف الحج ويلبس الرداء على كتفيه ورفع يديه وبدأ يرفع ويرفع يمد يديه. إذا الدعاء حقيقي يا إخواننا، حتى سقط رداؤه عن منكبه. وهذا يدل على مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في ذلك. جاء أبو بكر رضي الله عنه فألقاه على منكبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كلمات نذكرها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.